مشروع رحلة، هو تحويسة صغيرة هكا بين بلدان المغرب العربي، مش المغرب العربي كاو، البحر الأبيض المتوسط، تركيا كما سمعتوا، تركيا والعراق، واخترنا الغنيات اللي فيهم الغنيات الفولكلور مش الغنيات الجديدة وكل، وذيك هو البروجي، معناها نلوجوا على حاجات قديمة ويسمعوها لجون ويسمعوها الكبار زيدا. ان شاء الله جايين، فما في اسباس مزيان برشا، حل جديد اسمه كوري خير الدين في المدينه العربي زاده، ان شاء الله لو بروميير لو 4 لو 7 لو 12 ولو 10 في سليمانيه.